بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء المرن، ناس كتير بتسأل على الدعاء المرن. في نوعين من الدعاءات، الدعاء المرن او شبه مرن يعني، والدعاء اللي هي الهيدروليك او البالونيه او القابل للنفخ. الدعاء طبعا بغض النظر عن النوع الاول او النوع الثاني، هي الحل الجذري للعجز الجنسي، ولكن هي دايما الحل الاخير، دي التيرمينال ستيشن، يعني المحطه النهائيه في قطار العلاج. عشان يجيني مريض عنده ضعف جنسي او عجز جنسي، لان في كتير بيجي يقول لك انا جاي عايز اركب دعامة، لا مفيش الكلام ده. انت ما تطوعش المريض، ليه؟ المريض ما يعرفش، انت هتعمل له حاجه هو عاوزها وهتحصل مشكله، هيقول لك طب انا ما اعرفش. بتكلم ببساطه شديده يعني من غير تعقيدات، المريض جاي لك عشان تدي له راي. لو المريض ما وافقش على الراي بتاعك، يبقى من حقك تعتذر ويروح لاي زميل. لا، وضوح شديد، انا ما اعملكش اللي انت عاوزه، انا اعملك الصح. خلينا نتكلم بوضوح شديد، يعني مفيش احسن من البساطه والوضوح. عشان اعمل لمريض دعامه لازم أن يكون استنفذ كل الطرق الاخرى. بمعنى ايه؟ يعني جرب فياجرا مفيش، سالس مفيش، كل انواع الاقراص مفيش، مفيش استجابه يعني. دخل مثلا عمل لبوس ذكري، العضو الذكري مفيش، كريمات مفيش، حقن مضعف القضيب مفيش، اجهزه تفريغ الهواء ما في، كل الوسائل المساعده مش جايبه نتيجه خالص، هتضطر تعمل دعامه. الدعامه ايه بقى؟ يعني هنتكلم عن الدعامه المرنه. دعامه عباره عن اسطوانه زي ما احنا شايفين كده، جواها قضيب كده زي انبوبه الحبر اللي جوه القلب. ده بيبقى من المعدن، ممكن يكون من ماده اسمها النيتينول او من التيتانيوم او من الصلب او من الفضه. وحوالينه زي ما احنا شايفين كده معزول بالسيليكون عشان ما يتفعلش مع الجسم. ده ببساطه بفكره عمله ايه؟ ان هو بيخلي الدعامه تثبت في الوضع اللي انت تخليها فيه، يعني لو تنيت كده هيفضل بقى، لو فرضت كده هيفضل مفروض. طب ايه الحكمه في كده؟ ان في الوضع العادي ادينا تانيين كده، كده الشخص يمشي لابس بنطلونه، لابس هدومه، يمارس حياته العاديه، ما عندوش مشكله، ده الارتخاء بتاعه. عايز بقى يعمل حمام او يمارس العلاقه، يروح فرد العقد ببساطه كده انفصال، بعد ما يخلص يروح تاني بمنتهى البساطه. الدعامه دي مميزاتها ايه وعيوبها ايه؟ اول ميزه والسبب في انها منتشره جدا في الدول الناميه وعندنا، ان تكلفتها الاقتصاديه اقل بكتير من النوع التاني اللي هو البالونيه. رقم 2، ضمانها مدى الحياه. رقم 3، استعمالها بسيط. رقم 4، ما فيهاش اعطال، يعني ما فيهاش حاجه ميكانيكيه ولا مضخات ولا صمامات ولا اي حاجه. طيب عيبها ايه؟ عيبها ان العضو الذكري بيبقى طول واحد في الانتصاب والارتخاء، يعني هي الدعامه اتركبت، نفترض طولها مثلا 20 سم. لان الدعامه بيبقى فيها جزء اللي هو العضو الخارجي وجزء اللي هو طول العضو اللي جوه. طيب ده انتصاب، في حالات الارتخاء ولكن نفس الطول واحد. بعكس النوع الثاني بيبقى فيه تغير في طول الدعامه في الانتصاب والارتخاء. كتير من المرضى ما بيعتدوش بالعده، يعني ما بيفرقش معاهم يعني. المميزات الثانيه بتجوب يعني او تخلي الامور افضل. المريض اللي جاي يركب دعامه ده مريض يعني زي ما بيقولوا ايه، شاب والزمان شايبه، يعني ايه؟ شاف كتير او تعب. عبال بقى ما يجرب كل الادويه دي وينوم ويوم ينام مبسوط وعشر ينام زعلان، وينكد على زوجته وزوجته تنكد عليه، وممكن يحصل انفصال، وفي اولاد، وممكن يكون عايز يتجوز جديد وخايف من المسلسل يتكرر مع زوجه جديد. يعني بصراحه الله يكون في عونه يعني ويشفيه. فعشان تعوضه عن الكلام ده، يعني هو شاف ما يكفيه، لازما تحاول تديله افضل نتيجه ممكنه. وهنقول ازاي؟ في حاجتين لازم نعملهم في مريض الدعامات. اول حاجه دي كل زمايلنا بيعملوها، تاني حاجة دي بنتميز بيها عندنا في علاء كلينك بفضل الله عز وجل. الحاجة الأولى إيه؟ إن أنا لازما أظبط المريض وأجهزه كويس للعملية. العملية عشان هي الحل الأخير لازما يعني آخد احتياطات وأحاول أأمن المريض إن هو ياخد أفضل نتيجة ممكنة. 50% من العملية، من نجاح العملية، والكلام ده قلناه كتير جدا، بيعتمد على الطبيب، و50% بيعتمد على المريض. 50% بيعتمد على الطبيب انه يحضر المريض كويس للعمليه، وما يقوم به الطبيب من اجراءات داخل غرفه العمليات. 50% معتمد على المريض اللي هي
اتباع تعليمات الطبيب في اول 4 سنين بعد العمليه عشان احضر المريض. ببص لو المريض عنده سكر لازما اعمل له تحليل سكر تراكمي او سكر خلوي، يعني هما الاثنين واحد بس هما بيسموه في الدول العربيه سكر خلوي. السكر التراكمي لازم يكون في حدود 7 او اقل، لو السكر طلع اعلى من كده وديه الدكتور سكر يظبط له السكر. يجي يقول لك لا ده السكر بتاعي 80 90 100، لا مش الكلام ده. سكر الدم لا علاقه لنا به لان هو مقياس غير دقيق، ممكن يكون سكرك في يوم 100 وفي يوم 400، لا ما نقيسش بيه، احنا عاوزين سكر مخزون في الخلايا اللي هو السكر التراكمي او الخلوي. طيب المريض عنده مشكله في القلب، بناخد تقرير من طبيب القلب ان المريض ده هيعمل دعامه. طبيب القلب عاده ما بيعترضش على تركيب الدعامه لان هي اولا بتبقى عمليه بيبنج نصفي مش كلي، ثانيا مدتها قليله، ثالثا ما بيبقاش في مجهود على مريض القلب لانه بيعتمد على الدعامه، فما فيش مشكله بالنسبه للمجهود. طيب بالنسبه للمريض لو بياخد ادويه للسيوله بنظبط ملف السيوله بتاعه. طب لو في مشكله في المسالك البوليه او البروستاتا ببساطه بنبدا ندي مضادات حيويه نعالج السبب، الدنيا كويسه خلاص، المريض جاهز دخله يعمل عمليه. تركيب الدعامه قد يكون داخل النسيج الاسفنجي او خارج النسيج الاسفنجي، داخل النسيج الكهفي او خارج النسيج الكهفي. فتركيب الدعامه احنا بالنسبه لنا بنركب خارج النسيج الكهفي، ولكن لما اعترض على زملائنا الافاضل اللي بيركبوا داخل النسيج الكهفي لا انكار فيما فيه خلاف، يعني اي حاجه فيها اختلاف كل واحد بيعتمد على خبراته ويرجو افضل نتيجه للمريض، ولكن احنا التكنيك اللي بنتبعه اللي هو خارج النسيج الكافي بفضل الله عز وجل. طيب ركبنا الدعامه والطبيب ورا المريض بيستخدمها ازاي وانتهت العمليه. بعد العمليه الدكتور بيدي للمريض شويه ادويه مضاد حيوي او مضاد التهاب وكلام من ده وغيار، بنمسح بالبتادين وبنسيب الجرح مكشوف لان يعني الموضوع بسيط يعني بفضل الله عز وجل. طبعا اهم حاجه طبعا لو المريض عنده سكر بيبقى فيه اهتمام بضبط السكر في الشهر اللي بعد العمليه. اهم شيء المريض مطالب بيه ان مفيش علاقه جنسيه في اول 4 اسابيع. ليه؟ الدعامه دي ما بتتركب، دي بتبقى هو احنا بنركب اثنين، واحده في يمين العضو واحده في شمال. الدعامه دي لما بتتركب جسم غريب زي شرايح العظم والمسامير كده اللي بيعملوها في العظم، دي برضه جسم غريب. جسم بيعزلها، بيعمل حوالينها جراب من الالياف كده يعزلها تماما، زي ما حضرتك كده بتحط حوالين الموبايل جراب تحميه، جسم بيعمل حوالينها جراب، الجراب ده بيحميها ويعزلها من اي تفاعلات مع الجسم. طب لو حصل ممارسه جنسيه في الفتره الاولى الجراب ده هيتمزق ليه؟ لان الجراب ده عبال ما يتكون بياخده من 3 ل 4 اسابيع. لو حصل تمزق ليه؟ لان في القلب بقى ضعيف، ممكن يحصل بقى نزيف داخلي في العضو، ممكن يحصل التهاب تلوث، ممكن نضطر نشيل الدعامه. طبعا هتبقى مشكلة كبيرة لو شيلنا الدعامة هنضطر ننتظر عدة أشهر عشان نركب له واحدة تانية، ويبقى فيها تكلفة مادية واقتصادية وصحية، فيعني أنت في غنى عن كده. طيب الجزء ده بنشترك فيه كأطباء كلنا، الجزء اللي بنتميز بيه في علاء كلينك إيه هو؟ إن إحنا لاحظنا إن المريض بيركب دعامة. الدعامة دي المريض عنده قناعة إنها هتديله متعة مفتوحة. يعني هو المريض معتقد وفاهم ان الدعامة بتديله انتصاب 24 ساعة في اليوم، وده كلام صحيح. الانتصاب اوبن تايم وقت مفتوح فعلا. ولكن الاستمتاع مش كده. المريض بيمارس العلاقة ويبقى مستمتع بالعلاقة الجنسية لحد ما يحصل القذف، حصل القذف انقطعت اللذة، خلاص. وده في أي شخص عادي حتى لو مش مركب دعامة، الشخص العادي بعد الإنزال يفقد المتعة الجنسية ولا يمكن إثارته. دي حاجة بنسميها مواد جنسي. بتقعد فترة بتختلف من راجل لآخر بعد القذف. طيب مريض هيجي يكتشف إن هو بعد القذف دخل في مواد جنسي ومش حاسس بأي حاجة، بيكمل لأن الانتصاب لسه موجود عشان الدعامة، بيكمل بشكل آلي زي روبوت عشان يمتع الطرف الآخر، الطرف الآخر يغرد وحيدة. أما هو مش حاسس بأي حاجة، الفيشة اتفصلت ببساطة كده، مش حاسس بأي حاجة. بيكمل لحد ما تفرق او لحد ما يخلص الواجب اللي عليه. طيب لو المريض عنده سرعه قذف، يعني بيقعد نص دقيقه ولا دقيقه ولا دقيقتين، او المريض طبيعي 3 4 دقائق، اللي هو عامل العمليه بعد سنوات المعاناه دي عشان يستمتع بيها دقيقه او دقيقتين والاسم الانتصاب طول اليوم، كده المريض مش هياخد فايده كامله من العمليه. طب الحل ايه؟ الحل ببساطه شديده ان احنا بنعمل عمليه علاء عجلان لعلاج سرعه القذف مع اي دعامه بنركبها.
ليه؟ لان ببساطه العمليه غير انها بسيطه وامنه، احنا العمليه طبعا ايه ونتيجتها دائمه، بنقص حته جلد صغيره في مكان الطهاره وبتتعمل من نفس فتحه الدعاء. احنا ايه العمليه ايه، بنقص حته جلد صغننه هنا كده مكان الطهاره، وبنقص عضله من العضلات اللي تحت عند القاعده دي من نفس فتحه الدعاء. يعني ببساطه العمليه مش هتاخد اكتر من 100 الى 120 ثانيه حرفيا، لان انت ايه ادي واحد ادي اثنين، فمش هتكلف المريض فتح جرح جديد، مش هتكلف المريض انه يعمل عمليه تانية، لان هو المريض طبعا لو عمل الدعامه ولقى الوضع كده هيضطر بعد كده يمشي بقيه عمره على ادويه، يعمل عمليه لتاخير القصف، وممكن يجي عوز ادويه والادويه ما يستجبش ليها، فهيضطر يعمل عمليه في مرحله لاحقه. فانا دلوقتي طبعا اخلي المريض ليه يستفيد من انصاب مفتوح بما يوازي 1% من الانصاب المفتوح ده اللي قد ايه، او دقيقتين، ولا اخليه يستفيد باكبر قيمه ممكنه؟ لابد ان نعمل للمريض عمليه لتاخير سرعه القصف. طبعا في عمليات اخرى غير على عقله واحنا نفسنا بنعملها هنا في المركز. احنا بفضل الله عز وجل اول مركز في افريقيا والشرق الاوسط بيتخصص في جراحات سرعه القصف، والكلام ده يعني لو انتوا عايز تتاكدوا منه خش على الانترنت، ولو لقيتوا اسم مركز تاني ابعته لنا. بالاضافه لان احنا المستشفى الوحيد في العالم اللي بيعمل عمليات على عجلان وسرعه القصف، احنا بتكررها ومتسجله باسمنا من 13 سنه. وعاملين عمليات لمرضى بالالاف ومن 36 جنسيه مختلفه، وشهرتها فائقه. ولذلك هي البروتوكول عندنا، ولكن انا ما بعملش عمليات على عجلان على الاطلاق لكل مريض. يعني ايه؟ انا بعمل عندي فحص اسمه بريدكشن تيست. عندي مثلا 5 أو 6 عمليات بعمل له اشوف احسن عمليه هيستجيب ليها ايه؟ يعني العمليه دي هتدي له على عجله مثلا هتدي له 80% تحسن، عمليه 2 هتدي له 85%، عمليه 3 هتدي له 100%، عمليه 4 هتدي له 120%، عمليه 5 هتدي له 150%، هعمل له العمليه هتدي له 150% تحسن. واحد يقول لي هو في حاجه اسمها 150% تحسن؟ بقول له انا بتكلم على الوقت، في 1000% تحسن وفي 2000% تحسن، يعني ايه؟ لو المريض دقيقه وبقى 10 دقائق بتحسن 1000%. لان ال 100% بتاعته كانت 1 خلينا 10 بقت 1000%. فعندنا الكلام ده موجود، عندنا نتائج 1000% و2000% بفضل الله عز وجل. واكثر من كده بفضل الله عز وجل. فطبعا انا بعمل التيست واعرف البريدكشن تيست، اعرف منه هعمل له انهي عمليه. ولكن 90% من المرضى يعني من خلال خبرتنا بيستجيبوا العمليات على عجله. او البريدكشن بيقولوا ان دي افضل واحده فيهم. طب هعمل ايه في ال10 اللي فاضلين؟ ما لازم اديهم حل. المريض ده يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي وقع من السما وانت استلقيته. يعني لازم تدي له حل جذري. فنرى ان عمليه سرعه القصف مع اي دعامه هو امر ضروري ومكمل وليس رفاهيه. وشكرا.